نتكلم عن دورة الكمبيوتر. حضرتك احنا برضو يعني دلوقتي هي التكنولوجيا هي اللي سايدة وده دي لغة العصر، فاحنا ما ينفعش ولادنا يكونوا ما بيعرفوش اللغة ديت او ما بيعرفوش يتعاملوا مع الكمبيوتر. فبننشئ برضو بنأسس في القرى اللي احنا بنشتغل فيها دورات الكمبيوتر، بنعلم أولادنا الوورد والباوربوينت والإكسل، وفي آخر الدورة بنعمل شهادة بيبقى موقع عليها من نيافة الحبر الجليل أنبا يوليوس وأسقف في المنطقة اللي تبع عليها، يعني زي مثلا نجادة سيدنا أنبا بيمن موقع عليه وهو اللي بيسلمها لأولادنا. حصل قبل كده سيدنا أنبا مركوريوس في جرجة، أولادنا اللي في الزواتنا وفي أولاد غريب كرمهم برضو وإداهم الشهادات ديت. سيدنا أنبا إسحاق في طمة عمل حفلة كبيرة برضو لأولادنا ووزع لهم الشهادات ديت. دي بقى فرق جدا مع أولادنا الحق يتقال، يعني حاجة جميلة قوي. وفي منطقة ما في بني سويف المدرسة في المدرسة أولادنا داخلين وهم يعني بتسألهم ايه ده، قالوا لا ده احنا عندنا بتعلمنا الدورات دي. قالت لهم روحوا اشكروا المكان دوت، قالوا لهم انتوا شكرا لان انتوا يعني انتوا مميزين ومتميزين في حاجه زي كده. صحيح، بالرغم من اهتمامكم بالكمبيوتر لكن اهتميتوا كمان بالمكتبات، الكتاب الكتاب الحقيقه اللي انقرض، الكتاب اللي ما بقيناش نشوف حد ماسك كتاب، حتى اللي بيحب يقرا بيقرا لكن خلينا نتكلم عن أهمية أو ليه اهتميتوا بالمكتبات، إنكم في كل قرية بتدخلوها بتهتموا بإنشاء مكتبة. حضرتك إحنا يعني عايزين نرجع للأولاد إن هم يمسكوا الكتاب ويقروه. أولادنا في الصيف بيبقوا يعني بيبقوا ممكن يلعبوا في الشارع. صحيح. فأنا لا، أنا بعد الظهر بفتح له المكان دوت وبنحط الكتب بتاعتنا وهو يجي يقعد يقرأ. وكمان عاملين حاجة كويسة، اللي يقرأ قصة ويلخصة بنيجي نقول له شكرا وبندي له هدية. عشان ولادنا زمان كده لما كنا نقرأ القصص وكنا نتخيل وأنا بكرة وبعده هبقى وهبقى وهبقى، فدي بتوسع خيال الطفل، بتخليه يحلم هو بكرة وبعده هيبقى إيه. يا سلام لو أنا مكان دوت، يا سلام لو أنا لما أكبر هعمل كده. فإحنا بنطلع ولادنا عندهم طموح، عندهم أمل، أنا بكرة وبعده عايز أبقى إيه، أنا ممكن أفيد بلدي بإيه أو أفيد نفسي بإيه، أفيد مجتمعي. وعن نماذج نفسهم يطلعوا زيهم ويطلعوا زيهم.